أنا أول مرة لعبت مباراة أهلي والزمالك سنة 71، وجت ضربة جزاء كان بيدربنا الكابتن عبد الرحمن فوزي الله يرحمه. الفرقة في يمين بقى كابتن ياكن، كابتن كان حارس المرمى كان سمير محمد علي، كان مثل موجود كابتن أحمد مصطفى، كابتن أحمد رفعت الله يرحمه، وكابتن رفاع، لا كابتن أبو رجيلة، كل لعيبة نادي، وأنا كنت صغير. فجت ضربة جزاء، ما يشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الطريق ازاي طبعا. ولا انت مش بيدك اي حاجه ربنا هو اللي بيفتح لك كل حاجه. فلقيت الكابتن ياكن هو كابتن النادي، راح جاب الكوره ومديها لي، وانا اصغر واحد في الملعب في الفرقتين، راح قال لي، كنت في ثانيه ثانوي، راح مديني الكوره وقال لي ربنا وفقك. رغم الكابتن عبد الرحمن فوزي حاطط كابتن حماده امام رقم واحد، كابتن احمد رفعت رقم اثنين، كابتن فاروق السيد رقم ثلاثة، أنا مش فيهم، مش في الثلاثة، يعني أنا بره الخدمة في الطب. صحيح. راح كابتن ياكن خد الكورة وراح مداري قال لي ربنا يوفقك، رحت كان الملعب مليان مليان. رحت شط الكورة وجبتها جول. أنا طبعًا إحساسي أنا مش متوقع إن في ضربة جزاء جاية، وإن في التوقيت ده نادي الزمالك، كان الناس بتقول الأعمار السنية بتاعت نادي الزمالك كبيرة، ونادي الزمالك في الفترة دي ما كانش بيكسب النادي الأهلي كتير. فأنا كل الكلام ده مش في دماغي خالص، أنا في دماغي إزاي البلوة دي، أنا هشوط إزاي ده وأنا ما بشوطش، مش أنا في الناشئين بشوط لكن في الكبار لا. النادي الأهلي ما بقاش منزعج إن يجي فيه جول. إنما كان قبليها بقى السايس وريع، وكان أسامي كباتن دي أسامي كبيرة في ال... وكانوا بيعملوا نتائج رائع. أمام الأهلي، يعني أمام الزمالك كويسة. رحت شط ضربة جزاء ورجع، أنا راجع مش مصدق يعني الحدث ده زي سيناريو اتعمل، وأنت الأول كنت متورط فيه، ومن التوريط اللي أنا اتورطت فيه لنجم. صح، يعني من جول، من ضربة جزاء، ضربة جزاء انت مش المفترض ان انت اللي تشوطها اصلا خالص، ولا اسمي في الثلاثه، ما فيش اسمي خالص، ولا اتدربت عليه ولا اي حاجه. من واحد مثلا ممكن ما تجيش هدف، خلاص بقى اروح بقعد في البيت بقى يعني. كانت خلاص كل المسيره العظيمه دي لحد ما حضرتك قاعد هنا دي ما كانتش ممكن تحصل خالص، كل حاجه اتعطلت. شوف كل البني ادم ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك كل شيء في حياتك، فانت تبقى تحمد ربنا ان هو مهتم بيك وبيوصلك لكل شيء في حياتك. لا، وكم حسبه بقى بتحسبها تقول يا انا ايه اللي يخليني اخش اشوط ضربه جزاء دي يا رب؟ ما اقدرش اقول لا. ليه اتورط؟ لا، انت بقى بتقعد تفكر تقول لا اتورط التوريده ديت، وفي الاخر يكون ربنا كاتب لك بيها خير عظيم جدا. بس انا قلت للكابتن حرام عليك، وانا عايز والله انا فاكر، قلت له حرام عليك، قال لي ربنا يوفقك، ورحت شايط الكوره الجول. المهم من حد بقى بيبدا كي جي 1، بقيت في نفس الشهر بقيت رحت المنتخب. يعني على طول رحت على البطوله العربيه في ليبيا. كان في العراق، على البطوله العربيه على طول في العراق، وبعدين رحت العراق لعبت، كنت بلعب، كان في ارانات لعيبه احسن مني 100 مره في الملعب، يعني كان في الله يرحمه كابتن ابراهيم الخليل، كابتن ابو العز، كابتن شحته، كابتن حملاوي، كان مشير عثمان في النادي الاهلي، كان عندنا كان مجموعه من اللعيبه بالكره بالورقه والقلم احسن مني، لكن ربنا فتح لي خط كده امشي فيه بقى، ان انا صحيح اتدرب كويس واقعد اقاتل وابقى رزل في الملعب، وعملت نفس الشخصيه. الله. يعني عشان اعمل نفس الشخصيه دي، يعني كان زمايلي الكبار او الكباتن بتوع الكبار كانوا بيهاجموني، لكن بسمع كلامهم، يعني ما عنديش ان انا مثلا اتقمص ولا ازعل ولا اروح اشتكي ولا استفيد من كل واحد يقول لي اي حرف او اي كلمه. بالظبط، كباتني هم على عندهم الخبره، من هكتسب الخبره من مين؟ صح.